الرسالة التي أرادت سرايا القدس أن تقدمها من خلال هذا المهرجان، أننا جاهزين وعلى جاهزية كاملة لأي عدوان أو أي تصعيد يقوم به العدو الصهيوني على قطاع غزة أو على أراضينا المحتلة. نحن في سرايا القدس من خلال ما ترونه من تجهيزات ومن نفير عام لأبناء السرايا كلهم في قطاع غزة، وهذا السلاح النوعي الذي يعرض الآن وهذه العروضات التي سترونها بعد قليل، هذا دليل على أن سرايا القدس على أتم الجاهزية لأي مواجهة قادمة مع العدو الصهيوني. من خلال هذا المهرجان الجماهيري الحاشد التأكيد على أن الشعب الفلسطيني لا يزال يلتف حول راية الجهاد والمقاومة، وأن هذا الاستفتاء الجماهيري تؤكد على أن الجهاد والمقاومة مستمر حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين، وأنه بالرغم من كل التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني إلا أنه لم يرفع الراية البيضاء ولا يزال يقدم الشهداء، حيث أن اليوم هذا المهرجان يسمى رباط الدم لأن هذا الرباط لا يزال معقودا منذ أول شهيد قدمناه من أجل تحرير فلسطين، وإلى محمد الفقيه الذي قدم بالأمس روحه في معركة لمدة 8 ساعات في مواجهة ترسانة العسكرية الصهيونية. لذا فإننا من خلال هذا المهرجان نبعث برسالة إلى العدو الصهيوني بأن المقاومة اليوم هي أكثر قوة مما كانت عليه من قبل، وأنها تستطيع أن تصنع معجزة في أي مواجهة قادمة، وأن هذه الأرض ستكون مقبرة للغزاة الصهاينة. أهلا بقيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. عرضوا عيّة، عرضوا عيّة.